السلام عليكم ورحمة الله، إن شاء الله بتكونوا بألف خير جميعا. لسه مكملين معكم بسلسلة بي اتش فيجلان، سلسلة التدريب الصيدلاني من قناة ميد تيديو. إن شاء الله اليوم راح نكمل بنفس الموضوع اللي هو الأنالجيزك، ولكن بجروب ثاني من الأدوية زي ما حكينا المرة الماضية، اللي هو جروب الأنسيتس. المقطع الماضي بدأنا بموضوع التدريب وبدأنا بالأنالجيسكس. أول جروب من الأدوية تناولناه هو الباراسيتامول، وحكينا عنه وحكينا كيف نعطيه وشو الدوزز وشو نوع شو الهيستوري اللي بسأل عنه المريض لما بدي أعطيه الباراسيتامول. إن شاء الله تكونوا استفدتوا منه، إن شاء الله تكونوا دونتوا كل شيء معلومات فيه. إن شاء الله اليوم راح نكمل بنفس الموضوع اللي هو الأنالجيزك، ولكن بجروب ثاني من الأدوية زي ما حكينا المرة الماضية، اللي هو جروب الأنسيدز. الأنسيد يا جماعة هي اختصار لجملة نون ستيرويدال أنتي إنفلاماتوري دراج، أو بالعربي مضادات الالتهاب الغير ستيرويدية. هلا هذا الجروب من الأدوية بيشتغل على ريسبتورز بنسميهم كوكس 1 وكوكس 2. نحن عرفنا إنه الباراسيتامول بيشتغل على الكوكس 3، وحكينا إنه بيكون موجود بالبرين. أما بالنسبة للأنسيد فبنرجع بنأكد على كوكس 1 وكوكس 2. طيب هلا وين موجودة هاي الريسبتورز؟ موجودة بأجزاء مختلفة من الجسم. مثلا الكوكس 1 بيكون موجود بالجي آي، بيكون موجود بالبليتلتس، بيكون موجود بشكل عام يعني بالكارديوفاسكيولار سيستم. اوكي، مثلا بالجي اي بيكون موجود عندنا الكوكس 1، وظيفته بهاي المنطقه بتكون انه يزيد لي من افراز الميوكس. فانا لما اعطي انسيد، الانسيد رح يعمل انهيبيشن لهاي الريسبتورز، فشو الريزلت رح تكون عندي؟ انه رح يقل افراز الميوكس. هذا شو بيعمل لي؟ هذا بخليني عرضه انه يصير في عندي السر بالمعده. تمام، فمن هون بنستنتج انه الانسيد ما بقدر اعطيها للمرضى اللي بيكون في عندهم السر. برضو الكوكس 1 بيكون موجود بالبليتلت، هلا هي وظيفته انه بيعمل بليتلت اجريجيشن. فلو عملت له انهيبيشن بالانسيت شو النتيجه؟ النتيجه انه راح تزيد سيوله الدم، او راح يقل عنا الاجريجيشن، فبيشتغل از انتي بليتلت. تمام، فمن هون بنستنتج برضو انه الانسيت ما بقدر اعطيه للمرضى اللي اصلا بياخدوا أدوية بتأثر على سيولة الدم مثل الديجوكسين، الوارفارين، الهيبرين. هاي كلها أمور بتأثر لي على سيولة الدم، فبدي أكون كيرفول لما أعطيها للمريض مع الأنسيد. برضو كونها هي بتأثر على الكارديوفاسيكولار سيستم بشكل عام، فهي راح تأثر لي على البلد فلو اللي رايح على الكدني. هلا اذا قل الدم اللي رايح على الكدني، بالتالي وظيفه الكليه اصلا راح تتاثر، فهون انا بعرض الكليه انه يصير في عندنا كدني انجري. ومن هاي بنستنتج كمان انه الانسيد ما بقدر اعطيها لمرضى الكلى والكبد برضه، حتى انه على الدوزز العاليه من الانسيد اصلا بصير في عنا نيفروتوكسيسيتي اللي هي بصير في عنا او الكدني انجري. تمام، هلا بالنسبه للانسيد اللي بتكون سيلكتيف للكوكس 2، الكوكس 2 برضه بيكون موجود بالكارديوفاسكيولار سيستم. فنحن لما نعطي اشياء سيلكتيف فقط بتشتغل على الكوكس 2، هون انا بكون عم بعطي افكت فازو كونستريكشن، فنكون كمان كيرفول للمرضى اللي بيكون اساسا عندهم كارديوفاسكيولار ديزيز. الانسيد يا جماعه هي اختصار لجمله نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج، او بالعربي مضادات الالتهاب الغير ستيرويديه. هلا هذا الجروب من الادويه بيشتغل على ريسبتورز بنسميهم كوكس 1 وكوكس 2. نحن عرفنا انه الباراسيتامول بيشتغل على الكوكس 3، وحكينا انه بيكون موجود بالبرين. اما بالنسبه للانسيد فبنرجع بنأكد على كوكس 1 وكوكس 2. طيب هلا وين موجوده هاي الريسبتورز؟ موجوده باجزاء مختلفه من الجسم. مثلا الكوكس 1 بيكون موجود بالجي اي، بيكون موجود بالبليتلتس، بيكون موجود بشكل عام يعني بالكارديوفاسكيولار سيستم. اوكي،
مثلا بالجي اي بيكون موجود عندنا الكوكس 1، وظيفته بهاي المنطقة بتكون انه يزيد لي من افراز الميوكوس. فانا لما اعطي انسيد، الانسيد رح يعمل انهيبيشن لهاي الريسبتورز، فشو الريزلت رح تكون عندي؟ انه رح يقل افراز الميوكوس. هذا شو بيعمل لي؟ هذا بخليني عرضة انه يصير في عندي السر بالمعدة، تمام؟ فمن هون بنستنتج انه الانسيد ما بقدر اعطيها للمرضى اللي بيكون في عندهم السر. برضه الكوكس 1 بيكون موجود بالبليتلت، هلا هي وظيفته انه بيعمل بليتلت اجريجيشن. فلو عملت له انهيبيشن بالانسيت، شو النتيجه؟ النتيجه انه راح تزيد سيوله الدم او راح يقل عنا الاجريجيشن، فبيشتغل از انتي بليتلت، تمام؟ فمن هون بنستنتج برضه انه الانسيت ما بقدر اعطيه للمرضى اللي اصلا بياخدوا أدوية بتأثر على سيولة الدم مثل الديجوكسين، الوارفارين، الهيبارين، هاي كلها أمور بتأثر لي على سيولة الدم، فبدي أكون كيرفول لما أعطيها للمريض مع الأنسيد. برضه كونها هي بتأثر على الكارديو فاسيكولار سيستم بشكل عام، فهي راح تأثر لي على البلد فلو اللي رايح على الكدني. هلا اذا قل الدم اللي رايح على الكدني، بالتالي وظيفه الكليه اصلا راح تتاثر، فهون انا بعرض الكليه انه يصير في عندنا كدني انجري. ومن هاي بنستنتج كمان انه الانسيد ما بقدر اعطيها لمرضى الكلى والكبد برضه، حتى انه على الدوزز العاليه من الانسيد اصلا بصير في عندنا نيفرو توكسيسيتي اللي هي بصير في عندنا او الكدني انجري، تمام؟ هلا بالنسبه للانسيد اللي بتكون سيلكتيف للكوكس 2، الكوكس 2 برضه بيكون موجود بالكارديوفاسيكولار سيستم. فنحن لما نعطي اشياء سيلكتيف فقط بتشتغل على الكوكس 2، هون انا بكون عم بعطي افكت فازو كونستريكشن، فنكون كمان كيرفول للمرضى اللي بيكون اساسا عندهم كارديوفاسكولار ديسيز. يعني بالمختصر وتلخيص يا جماعة على كل الاشي اللي حكيناه من بداية الفيديو، الانسيدز في جروب من المرضى انا ما بقدر اعطيهم اياه، اللي هم المرضى اللي بيكون عندهم هايبرتنشن او المرضى اللي بيكون عندهم خلينا نحكي كارديوفاسيكولار ديسيز بشكل عام. ما بقدر اعطيه للمرضى اللي بيكون عندهم مشاكل بالكبد ومشاكل بالكلى. برضه ما بقدر اعطيه للمرضى اللي بيكون في عندهم ربو اللي هي الازمة، لانه كسايد افكت من الانسيد اساسا انها بتعمل لي برونكوس سبازم، تمام؟ فأنا هون عم بفاقم المشكلة تبعهم، فما بقدر أعطيها لمرضى الربو، بلس ما بقدر أعطيها للحوامل، ولا بقدر أعطيها للمرضعات إلا بأسماء معينة من الأنسيد ممكن إنه تنعطى إلهم. هلا كونه الانسيد زي ما حكينا بتاثر لي على سيوله الدم، فلو انا عارفه انه مريضي عنده عمليه جراحيه او عنده زياره لطبيب اسنان او يعني راح يتعرض لعمليه، انا بنصحه انه يعمل ستوب للانسيد قبل يومين على الاقل من زيارته للدكتور او زيارته للمشفى. وبنرجع بنحكي لانه بياثر على سيوله الدم، فلازم اكون عارفة شو الهيستوري تبع المريض حتى افيده بالضبط. طيب هلأ رح نبدأ بذكر اسماء الادوية اللي موجودة بالانسيد. نحن بالبداية حكينا في عنا نوعين من الانسيد، في عنا سيلكتيف وفي عنا نون سيلكتيف. انا رح ابدأ معكم بالنون سيلكتيف دراجز، واخر شيء رح نذكر السيلكتيف دراجز. اول دواء بالنون سيلكتيف دراجز هو الايبوبروفين، تمام؟ الايبوبروفين اعتمادا على الهاف لايف تبعه رح نعطيه لحد 3 مرات باليوم. طبعا هو يعتبر مسكن قوي وكثير افكتيف. من الاسماء التجاريه اللي موجوده للايبوبروفين في عندنا السابوفين لامنيه، الايبورام لشركه الرام، في عندنا الدولوراز للسلام، ايبوجيسيك لدار الدواء، وفي عندنا التسكين للمتحدة. هلا الجرعات المتوفرة منه في عندنا 200 و400 و600، طبعا الجرعة بتنصرف اعتمادا على قوة الوجع اللي بيشكي منها المريض. بقدر اعطيه لوجع الاسنان، بقدر اعطيه لوجع الشقيقة، للجاوت او وجع الجاوت اللي هو النقرس، بقدر اعطيه للاوستيوارثرايتس هشاشة العظام، برضو بيكون عندهم وجع بالمفاصل والعظام، فبقدر اني اعطيهم اياه. ولكن زي ما حكينا بدنا نراعي شو درجة الوجع اللي عند المريض مشان اعرف اي دوز بدي اعطيه.
هلا بالنسبة للدولوراز، حلو نكون عارفين انه الشكل الصيدلاني لها هي سوفت جيلاتين كابسول. فصراحة كنت يعني اغلب وصفات الدكاترة اللي كانت تيجي على الصيدلية، دكاترة الاسنان بالذات، كان يكتبوا فيها الدولوراز لسبب بسيط، انها على شكل سوفت جيلاتين كابسول، فالتحلل تبعها بالجسم راح يكون اسرع، بالتالي تأثيرها على المريض والتسكين تبعها راح يكون اسرع. أما بالنسبة للسيرب أو السسبنشن اللي موجودة من الأيبوبروفين، ففي عنا السابوفين، احنا شفناه على شكل تابلت، وهي عنا كمان على شكل سسبنشن لأمنية. في عنا الأيبوجيسيك لدار الدواء، برضو شفناه على شكل تابلت. في عنا البالكابروفين للحكمة، وفي الجوفين لمستودع جرش. هلا بالنسبة لدوزز السيرب أو السسبنشن كيف نعطيها للأطفال، فيفضل نبدأ من عمر السنة. هلا الأطفال من عمر سنة لسنتين بعطيهم 2.5 مل، زي ما حكينا الأيبوبروفين بنعطيه 3 مرات باليوم. هلا من عمر 3 سنوات ل7 سنوات بنعطيهم 5 مل، ومن عمر 8 سنوات ل12 سنة بنعطيهم 10 مل. هلا أكبر من هيك يعني السسبنشن ما رح يتجاوب معهم كثير، فبنتوجههم ونصير نعطيهم التابلت. طبعا يا جماعة الايبوبروفين هو يعتبر من الأدوية اللي بقدر أعطيها للمرضعات، لأنه تصنيفه L1، يعني ما رح يأثر على الحليب اللي عم يوصل للرضيع، فممكن أعطيها إياه بعتبره سيف. هلا من التركيبات اللي جاية مع الايبوبروفين، في عنا الايبوبروفين مع الزودو افيدرين اللي هي بتركيبة ايبوجيسيك كولد اند ساينس لدار الدواء. نحن شفنا تركيبة الباراسيتامول مع الزودو افيدرين اذا بتتذكروا، كانت اللي هي الكولد اند فلو. هون لا، ايبوبروفين مع الزودو افيدرين برضو بناخدها لحد 3 مرات باليوم. وبرضو من التركيبات اللي كثير قوية الايبوبروفين مع الباراسيتامول بتركيبة الايبومول، كثير فعالة وكثير قوية، برضو مستخدمها للأوجاع القوية جدا، وكثير بتخفف من وجع المريض. هلا الدواء الثاني من النون سيلكتيف انسيدز، في عنا الديكلوفيناك. هلا في عنا نوعين من الديكلوفيناك، في ديكلوفيناك بوتاسيوم وفي ديكلوفيناك الصوديوم. هلا في معلومة منتشرة انه ديكلوفيناك البوتاسيوم بقدر اعتبره سيف للمرضى اللي عندهم كارديوفاسكولار ديسيز، على عكس ديكلوفيناك الصوديوم، فبقدر اصرفه لهدول المرضى. للاسف هاي المعلومة ما في لها اي اثبات علمي. هلا الفرق ما بين ديكلوفيناك البوتاسيوم وديكلوفيناك الصوديوم هو فقط بسرعة الوصول ل او سرعة، خلينا نحكي سرعة التحلل وسرعة الابزوربشن ب المعدة. فديكلوفيناك البوتاسيوم هو بيكون أسرع بالأبزوربشن من ديكلوفيناك الصوديوم، بالتالي التسكين تبعه أو الإفكت تبعه رح يكون أسرع من ديكلوفيناك الصوديوم. ولكن على نطاق إنه بقدر أعطيه لمرضى كارديوفاسيكولار، لا ما بقدر، سواء كان بوتاسيوم أو صوديوم. هلا الجرعات المتوفرة من ديكلوفيناك البوتاسيوم هي 50 ملي جرام، ومن الأسماء التجارية في عنا الكتفلام لجردانة، الرابيدس لسوغديان، حتى من اسمه بنلاحظ يعني الربد، ربد يعني سريع، فامتصاصه رح يكون سريع، الجوفلام لنهر الأردن، الفولت فاست بيجي على شكل ساشيت لجردانة، وبرضه من اسمه فاست، فهو رح يكون يعني بيدل على الفعالية السريعة له، وفي عنا الفولد كي للدولية. أما بالنسبة لديكلوفيناك الصوديوم، ففي عنا برضو جرعات متنوعة منه، في عنا 25 و50 و75 و100، هاي على شكل التابلت أو الكبسول. أما بالنسبة للسابوزاتوري ففي عنا 12.5، وفي عنا 50، وفي عنا 100. هلا بالنسبة للسابوزاتوري يا جماعة، أنا ما بقدر أعطيها لأطفال أقل من عمر سنة، يعني الأطفال أكبر من عمر سنة ببدأ معهم بسابوزاتوري 12.5، طبعا بتكون PRN معي لحد 3 سابوزاتوري باليوم. أما بالنسبة للتابلت فبناخدها لحد 3 مرات. هلا التابلت اللي بتكون 100 ملي جرام، فهي بتكون هي ممكن انها تكون extended release، فلو قرأنا انها هي extended release هون يفضل انه اعطيها مرة الى مرتين باليوم.
هلا من الأسماء التجارية لديكلوفيناك الصوديوم في عندنا الألميرال، بيجي على شكل تابلت وعلى شكل انجكشن لمستودع الهلال، الديفيدولا سوختيان، وفي عندنا الديكلوجيسيك لدار الدواء سواء كانت على شكل تابلت أو على شكل سبوزاتوري، في الأولفين لخوري زي ما مو شايفين قدامنا، الأولفين مثلا 100 سستيند ريليز، فأنا هون بفضل يعني إني أعطي لحد مرتين باليوم، وفي عندنا الفولديك سستيند ريليز، وفي عندنا الفولترين لجردانة. هلا الدواء الثالث من أدوية الـ non-selective NSAID في عندنا الأسبرين. الأسبرين بيكون موجود بجرعتين، في عندنا 100 ملي جرام وفي عندنا 300 ملي جرام. بالنسبة لل 100 ملي جرام فهو بنستخدمه as antiplatelet، أما ال 300 ملي جرام فغالبا بنستخدمه as NSAID، يعني بنستخدمه للأوجاع. تمام، ال 100 ملغ اللي هو بيحكوا له بيبي اسبرين. هلا في عندنا برضه الاسماء التجاريه، في عندنا الاسبرين لخوري والسلسال للمتحده، ما في غيرهم. السلسال بيجي 100 وبيجي 300. بالعاده في عندنا برضه سلسال بلس، سلسال بلس بيكونوا ضايفين عليه غير الاسبرين، بيكون موجود انتاسيد. فهون زي كأنه نحن بنعمل بروتكشن للمعده، لانه زي ما حكينا بالبدايه الدواء كثير بيأثر لي على المعده. وبالمناسبة كل أدوية الأنسيد أنا بعطيها بعد الأكل، ما بيزبط المريض ياخدها قبل الأكل. أوكي، خلينا متفقين على هاي النقطة، إنه أدوية الأنسيد كلها اللي ذكرناها بالبداية واللي راح نذكرها لقدام ما بقدر أعطيها على معدة فاضية، والسبب حكيناه إنها بتأثر لي على المعدة، فمشان أنا أتجنب إنه يصير عندي ألسر. نرجع للأسبرين. الأسبرين هلأ في المرضى الكبار بالعمر، هدول اصلا غالبا بيكونوا ماشيين على الاسبرين. تمام، بيجي بحكي لك مثلا والله مفاصلي بتوجعني وبدي مسكن. انا هون لازم اكون عارفة شو الادوية اللي بياخدها هذا العمو، مشان ما يصير عندي دوبليكيشن، ما بدي اعطيه دوايين من نفس الجروب وانا هون بعرضه للخطر. اوكي، فلو كنت مضطرة مع التحفظ على هاي المعلومة، لو كنت كتير مضطرة مثلا بدي أعطي ايبوبروفين as single dose يعني بس مرة واحدة، والمريض كان عم ياخد أنسيد، عفوا كان عم ياخد أسبرين، فشو الحل بهاي الحالة؟ بدي أعطي الايبوبروفين إما قبل ما أعطي الأسبرين بثمان ساعات أو بعد ما أخذ الأسبرين بنص ساعة، هيك أنا بكون بعدت بينهم. بلس إنه الأسبرين هو أصلا irreversible، الارتباط تبعه بالريسبتورز بيكون irreversible، فأنا هون مشان أستفيد من الأيبوبروفين وأستفيد من الأسبرين. بس برجع وبكرر، مو دايما بنحتاج هاي الخطوة، وبي كيرفول إني أعطيها للمريض حتى ما يصير عنده دوبليكيشن. طيب الدواء اللي بعده من الـ non-selective NSAIDs هو الكيتوبروفين. الكيتوبروفين بيكون موجود على شكل تابلت وعلى شكل سبوزاتوري وعلى شكل جل اللي هو الفاستام جل لمستودع الشرق. فالجل أنا بقدر أستخدمه لـ as topical، يعني في حال كان مثلا وجع مفاصل والمريض مش عم يتحمل، فأنا ممكن أعطيه إشي سيستميك يهدي له هذا الوجع، وبرضه ممكن أعطيه إشي توبيكال زي الفاستام جيل اللي هو بنعتبره أنالجيسيك. الكيتوبروفين هو من الأدوية اللي برضه بعطيها 3 مرات باليوم، والحبوب تيجي 100 ملي جرام. الدكس كيتوبروفين له اسم تجاري واحد بالسوق الأردني اللي هو الكيتس، بيجي على شكل تابلت وعلى شكل ساشيت، هو لمستودع الشرق وبرضه بعطيه لحد 3 مرات باليوم. الاندوميثاسين برضه هو نان سيلكتيف. الاندوميثاسين بعده موجود، ولكن يعني صراحة ما عم ينوصف كتير as OTC، أكثر إشي بيجينا بالوصفات يعني حتى يكتب المريض الدكتور عفوا، مش لأنه مش إفكتيف لا، بس لأنه زادت أدوية الأنسيدز اللي عم تنطلب أكثر من الاندوميثاسين، أو خلينا نحكي اللي العالم صار متعارف عليها بين بعضهم أكثر منها. في عنا اسمين تجاريين للاندوميثاسين، في عنا الاندوريم والاندومين، الاندوريم للسليم والاندومين للحكمة، وبنعطيه لحد 3 مرات باليوم. الميفيناميك اسيد برضه هو نان سيلكتيف،
بيجي منه الدوزس تبعه 250 و500 ميلي جرام. طبعا اشهر استخدام للميفينامك اسيد هو كانالجيسيك للالام اللي بتكون مصاحبة للبيريود. الجرعة تبعه بيكون من مرتين لثلاث مرات في حال كان 250، اما الدبل سترينث اللي هو 500 ميلي جرام فيفضل فقط مرتين ناخده باليوم. هلا في شوي دراسات بتحكي انه الميفينامك اسيد بيعمل ديلي بالاوفيوليشن، فانا لازم انبه المريض صراحة قبل ما اعطيه على هاي النقطة. الميلوكسيكام برضه من المسكنات القوية وبينتمي لعائلة النون سيلكتيف أنسيد، متواجد على شكل جرعتين 7.5 و15. من الأسماء التجارية له في عنا الموبك للشقير، الموفين للحكمة، السيليكتين للكردي، والكوكزيكام لخوري. هلأ الماكسيمم دوز منه 30 ملي جرام، والهاف لايف تبعه هو 20 ساعة، فأنا في حال كنت بدي أستخدم 7.5 أو 15 يفضل إني أخذهم مرة واحدة باليوم حتى ما أتجاوز الماكسيمم دوز، ولأنه أصلا الهاف لايف تبعه كثير عالي اللي هو 20 ساعة. تمام. والميلوكسيكام الحلو فيه إنه تأثيره على المعدة هو شوي قليل، يعني هو يعتبر بارشل سيلكتيف للجي آي، فالناس اللي بيكون عندهم ريسك للألسر ممكن إني أعطيهم إياه في حال كانوا بياخدوا بي بي آي اللي هي أشياء بتحمي لي حموضة المعدة. النابروكسين برضه هو من المسكنات القوية، في عنا برضه 2 دوزز منه، في عنا 250 والخمسمية. الدبل سترينث اللي هو بيكون 500 ملي جرام يفضل اني اعطيه مرة او مرتين فقط باليوم. بنستخدمه لآلام البيريود، بنستخدمه لآلام المفاصل، بنستخدمه لأوجاع الأسنان. والحلو فيه إنه بقدر أعطيه بفترة النفاس للأم، لأوجاع الأم. هو يعتبر سيف لهاي الفئة من المرضى. الدواء اللي بعده اللي هو النيمسولايد، من الأسماء التجارية له النيميلايد. النيميلايد لمستودع تليجراف بيجي بتركيز 100 ملي جرام. أكثر إشي بنعطيه للأوجاع اللي بتكون مصاحبة لالتهاب الأوتار والأربطة. البيروكسيكام برضو نون سيلكتيف أنسيد، الجرعات تبعه 10 و20، بيجي على شكل تابلت، وفي منه على شكل جل، وفي منه على شكل انجكشن، وفي منه على شكل اي دروبس. هلا البيروكسيكام هو من الأدوية اللي بيكون له اوف ليبل يوز في حالات الجاوت، بستخدمه للأشخاص اللي عندهم جاوت. التركيز 20 ملي جرام بعطيه مرة واحدة باليوم. الماكسيمم دوز لهذا النوع اللي هو البيروكسيكام بيكون 40 ملي جرام، فنحاول ما نتجاوزها خلال اليوم. هيك بنكون خلصنا النون سيلكتيف دراجز من الانسيدز. هلا بنيجي على السيلكتيف انسيدز. السيلكتيف انسيدز هم بيكون لهم لو ريسك للالسر، فلو اجاني شخص مثلا عنده مودريت او هاي ريسك للالسر، انا بقدر اني اعطيه سيلكتيف انسيد زي السيليكوكسيب والايتراكوكسيب. ولكن في حال كان اجاني مريض عنده الكارديو فاسيكولار ريسك، حتى لو يعني حتى لو كان هاي او مودريت، ما بقدر اعطيه انسيد باي حال من الاحوال. انما الجي اي ريسك في حال كان مودريت او هاي، برجع بنحكي بقدر اعطي السيليكوكسيب، والافضل اني اعطي معه بي بي اي اللي إن شاء الله رح نتعرف عليهم لما نبدأ نحكي عن أدوية الـ GI. نيجي على السيليكوكسيب. السيليكوكسيب موجود بتركيز 100 و200 و400 ملي جرام. من الأسماء التجارية له في عنا سيليبريكس للصباغ، الفلاميكس للوافي، وفي عنا البيدكسا لدار الدواء. هلأ بالنسبة لل400 ملي جرام فيفضل أعطيها مرة واحدة. ال100 و200 ملي جرام بعطيها لحد مرتين باليوم. الإيتراكوكسيب اللي هو الدواء الثاني من السيلكتيف أنسيد، في عنا الأركوكسيا لأداتكو، الكوكزيت للوافي، الأوروتكس للدولية، والأتوكسيا للحكمة. الكونسنتريشنز تبعه في عنا 60 و90 و120. ال120 بناخده once daily، ال60 وال90 بناخده twice daily.
هلا من انواع الانسيدز الجديده اللي نزلت على السوق، في عنا اللوكزوبروفين وفي عنا الفلوربيبروفين. بالنسبه لللوكزوبروفين فموجود باسم تجاري واحد اللي هو الروكزونين لابن رشد، ناخذه من 2 إلى 3 مرات باليوم. اما بالنسبه للفلوربيبروفين فموجود تحت الاسم التجاري ماكسيموس، ناخذه 2 يوميا. وكل الأنسيدز اللي ذكرناهم من أول المقطع لحد هاللحظة كلهم بناخدهم بعد الأكل. يا جماعة ننتبه على هاي النقطة، ما نعطيها للمريض على معدة فاضية حتى ما أزيد له من الجي آي ريسك. هيك نكون إن شاء الله غطينا كل أنواع الأنسيدز الموجودة بالسوق بأسمائها التجارية. خلينا نعمل ريفرش سريع. الأنسيدز ما بقدر أعطيها للحامل، ما بقدر أعطيها لمرضى الكارديوفاسيكولار ديسيز، ما بقدر أعطيها لمرضى الربو، ما بقدر أعطيها لمرضى الألسر إلا في حال كانت سيلكتيف زي السيليكوكسب والإيتراكوكسب. المرضع بقدر أعطيها آيبوبروفين. هاي يعني هيك تلخيص سريع لأهم إشي ذكرناه بهذا المقطع. إن شاء الله يا جماعة نكون غطينا كل شيء فيه. إن شاء الله أكون أفادتكم، إن شاء الله تكونوا عم تستفيدوا من المعلومات اللي عم نذكرها وعم بتدونوها وعم تراجعوها أول بأول. الموضوع جدا بسيط بس بيحتاج منا شوية تنظيم لأفكارنا، ونعزم النية أو نعقد النية إنه نحن نتدرب مظبوط، وعلى طول تكون نيتنا لرب العالمين انه نخلص الشغل هذا لرب العالمين بمساعدتنا للناس. راح اترك لكم تحت بصندوق الوصف رابط فيه زي كويز صغير، بتمنى منكم تدخلوا وتختبروا حالكم وتشوفوا حالكم. متضمن اسماء تجارية، متضمن بدائل، ومتضمن معلومات، وكله من اللي ذكرناه بهذا المقطع. يعطيكم ألف عافية، وبتمنى تدعمونا، تعملوا لنا سبسكريبشن وتنشروا هذا الفيديو بين أصحابكم.